أعلنت الديفا سميرة سعيد عن اختيارها سفيرة لشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان في الدورة الجديدة، ونشرت سميرة سعيد صورة على صفحتها على إنستغرام وهي شايلة تكريمها ودرجة تنصيبها كسفيرة. وبدأت النجمة المغربية سميرة سعيد الاستعداد لعملها كسفيرة للاجئين، وقررت إنها تقوم بجميع المساعدات المالية في محاولة لتحسين أوضاع اللاجئين في العالم كله. وأكدت الفنانة سميرة سعيد عن سعادتها إنها مبسوطة بالعمل مع صندوق اللاجئين، وقالت إنها حابة تساعد كل اللاجئين اللي بيعانوا في العالم كله. من ناحية تانية، اتكرمت الفنانة سميرة سعيد من أيام في مهرجان القنوات الفضائية عن ألبومها الأخير عايزة أعيش، وفازت بجائزة أحسن ألبوم في عام 2016. وألبوم عايزة أعيش من إنتاج شركة روتانا وحقق نسبة مبيعات عالية جدا، وصورت سميرة سعيد منه أغنية ما حصلش حاجة واللي حققت نجاح كبير. الحقيقة إن ألبوم سميرة سعيد نال إعجاب النقاد والجمهور في نفس الوقت، وكتير من محبي سميرة سعيد طلبوا منها إنها تصور أغنية هوا هوا واللي علقت جدا مع الناس. فيا ترى هتستجيب الديفا سميرة سعيد وتصورها؟